مشاهدينا، ولمزيد من التفاصيل حول تزايد ظاهرة انتشار المخدرات والحلول الحكومية التي يصفها المراقبون بالترقيعية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أخي الكريم. أهلا بكم. قائد شرطة البصرة الأسبق رشيد فليح يعترف بأنه 80% من المخدرات التي تدخل إلى العراق تأتي من إيران، من يتحمل مسؤولية دخول كل هذه الكميات من المخدرات عبر الحدود؟ أخي الكريم، يجب أن نعرف في البداية بأن هناك استراتيجية إيرانية وهي إغراق دول المنطقة بالكامل بالمخدرات. نعم. التي تعتبر من أهم أسلحتها التوسعية، ومن هنا فالنظام الإيراني وجد ضالته في الجغرافيا العراقية. نعم. لتهيئتها وجعلها حاضنة رئيسية للمخدرات، حال الجغرافيا السورية واللبنانية واليمنية، وبأدوات ميليشياوية وحزبية ولا أي. وعليه فدخول الكميات الكبيرة من المخدرات إلى العراق لم يكن عبثيا أو عشوائيا، بل وفق خطط مدبرة وآليات مدروسة وأدوات تنفيذية تمتلك السلطة والقرار. وفي العراق من يمتلك هذه الميزات هي حكومة الإطار التنسيقي، لذلك هذه السلطة الإطارية الولائية المؤطرة مؤسساتيا، والتي استبدلت طبعا المسيرات بالمخدرات وجعلتها مصدر تمويل أساسي لها، هي من تسيطر على الطرق والمنافذ الحدودية مع إيران وسوريا، وهي من تسهل دخولها ونقلها بحرية واستمرارية. لذلك هي المسؤولة عن تزايد دخول المخدرات إلى العراق عبر المنافذ الحدودية الحكومية والغير حكومية. طيب، هنا أيضا بعد أن قال رشيد فليح قائد شرطة البصرة أن 80% من المخدرات تأتي من إيران، وزير الداخلية الحالي نفسه يقول أن المخدرات استشرت وانتشرت ودخلت عبر إيران وسوريا من خلال شبكات مرتبطة ببعضها البعض، هل تعتقد أن حل يعني منع دخول المخدرات يأتي ببناء سياج على الحدود ما قد يوقف عمليات التهريب المتزايدة؟ أخي، على القائد الأمني الأعلى، وهنا أقصد وزير الداخلية، أن يدرس ماهية التهديد ومنابع وجهات يتقف وراءه. نعم. ومن ثم وضع الخطط التي تتناسب مع حجم التهديد لمواجهته. وبملف كبير كملف المخدرات والسيادة الإيرانية والميليشياوية المتنوعة فيه والصلاحيات الكبيرة والواسعة لقيادة عمليات الحشد الشعبي التي تفوق طبعا صلاحيات قيادات عمليات الجيش والقيادات المنافذ الحدودية، وتحول أيضا العراق إلى جغرافيا واهنة مستباحة حدوديا ومتناثرة المسؤوليات والصلاحيات والولاءات، يكون أمر بناء سياج حدودي اللي يتكلم عنه وزير الداخلية هو إجراء شرطوي وليس أمني وقائي، ولا يليق بمنصب كبير كوزير الداخلية، ولا يتماشى بمستوى التهديد وتأثيره وسرعة انتشاره، وهو يمثل قرار هروب للخلف وتخلي عن المسؤولية في مواجهة التهديد والتعامل معه. يعني عوضا عن بناء الجدار يجب يعني مراقبة الحدود ومن يشرف عليها. وزارة الداخلية تعترف أيضا بأن انتشار المخدرات في العراق أسرع من جهود المكافحة، ألا يعد ذلك فشل ذريع يجب محاسبة الوزارة عليه؟ بالتأكيد أخي، كما تفضلت، الأمن بصورة عامة هو منظومة متكاملة من قادة مهنيين كفاء وقوانين ثابتة وسيادة قرار يطبق على الجميع وصلاحيات تعطى لتنفيذ الخطط لمواجهة التهديدات والحفاظ على السلم الأهلي والأمن المجتمعي، وكل حدث أو جرم يسبق الإجراءات والجهود الأمنية هو يمثل فشل واضح في سياقات المنظومة الأمنية ورؤية قادتها، وأيضا يمثل فشل في سلطة إدارة الدولة في هذا الملف. وملف المخدرات في العراق اتصف بالاستمرارية وسرعة الانتشار، والسبب هو تفاوت إمكانيات القرار بين الأجهزة الأمنية وبين الصلاحيات الميليشياوية الكبيرة في هذا الملف، وكذلك اختيار قادة ومدراء في الأجهزة الأمنية والاستخبارية وفق مفهوم الولاء الحزبي والميليشياوي، يضاف إليها إحباط الضباط المهنيين في المنظومة الأمنية جراء محاسبة الميليشيات محاباة العفو الميليشيات في هذا الملف. كل هذه الأسباب وغيرها جميعها جعلت الخطط الأمنية مكشوفة لتجار المخدرات ومروجيها، ومن ثم تتقدم بخطوات عن إجراءات الأمنية الموضوعة. لذلك كما تفضل فشل كبير، ولكن في العراق من يحكم ويسن القوانين ويصدر القرارات هو ذات الذي من يساعد على نشر المخدرات ويدمر المجتمعات.
يعني في هذا الإطار بالتحديد السوداني وجه برابط مديرية مكافحة المخدرات بوزير الداخلية نفسه وفك ارتباطها بوكالة الاستخبارات، يعني ألا يؤشر ذلك على تورط عناصر وقيادات داخل الاستخبارات في تهريب المخدرات؟ أخي السوداني حال حال رؤساء الوزراء اللي سبقوا لا يفقهون فن الإدارة والقيادة. المعضلة في ملف مكافحة المخدرات في العراق ليس في الارتباط والهيكل التنظيمي، بل في المسؤوليات والصلاحيات الممنوحة وضعف القرار الأمني. اليوم الأجهزة الأمنية والاستخبارية سودة ثقافة الرشاوة، وهناك تخادم بين قيادات أمنية وتجار مخدرات وزعامات ميليشياوية، وكل قاضي أو ضابط يقف بوجه هذه المنظومة الفساد أما يقتل أو يتم استبعاده. لذلك اليوم على السوداني إذا أراد أن يتقدم بخطوة في ملف مكافحة المخدرات عليه أن يعيد سيادة القرار إلى المنظومة الأمنية بعيدا عن الميليشيات، وأن يقنن من التراهل الحاصل في المنظومات الأمنية العديدة والاستخبارية، وعليه الكثير من الإجراءات. لكن هل يستطيع في ذلك؟ الجواب كلا لا يستطيع، لأنه السوداني إحدى مخرجات حكومة الإطار التنسيقي الحزب الطائفي والميليشياوي، وإجراءاته كلها هي لا تغني ولا تسمن من جوع. طيب، يعني في ظل سيطرة الميليشيات على المنافذ الحدودية والعجز أو التواطؤ الحكومي الواضح، كيف يمكن السيطرة على ظاهرة انتشار المخدرات؟ هل ترى أن هناك حل حقيقي في الأفق وفق يعني ما تم طرحه؟ في الفاضل، ملف المخدرات في العراق ومنطقتنا بشكل عام بيد النظام الإيراني وأدوات الميليشياوية العراقية سورية لبنانية حوثية، وهو خارج إمكانيات الحل في ظل غياب الدولة وسيادة منظومة الإطار التنسيقي والميليشيات والأحزاب الطائفية والمنتفعين والفاسدين، وفقدان المسميات الأمنية والاستخبارية مفهوم العمل المؤسساتي الأمني. لذلك لا يوجد حل سوى حل وحيد يتمثل بمفهوم آخر العلاج الكي، وهو اجتثاث النظام السياسي الهجين الذي ولد من فيكة شيطانية بين واشنطن وطهران، وبخلاف كل الحلول هي مضيعة للوقت والجهد والثمن، تدمير دول المنطقة الواحدة تلو الأخرى. من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي، شكرا جزيلا على وجودكم معنا.